فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود، خلوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، فلا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا نكون كاتمين. من الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، من سكت عنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية، الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج علينا هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلى آخره. نحن ما قصدنا الآخر، قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس ولا نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على أمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع، أنت فيك وفيك، هذا ما يستحق الرد، لو سكت عنه لا ما اشتهر أمره، لو سكت عنه ما اشتهر أمره، إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال، لا يخذلهم.